أتحول الآن إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتب والمحلل السياسي طارق العامر. سيد العامر، ما أثر هذا القرار لا سيما أنه صدر في ليلة الاحتفال بالأعياد الوطنية؟ السلام عليكم. أولا أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام وأرفع التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلب المواطن إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. بلا شك أن هذه خطوة ينتظرها جميع أبناء الوطن، فلا يتمر مناسبة دينية أو وطنية دون أن يصدر مثل هذه الأيادي الكريمة من جلالة الملك، والتي تشمل عفوا عددا من المساجين. وأنا أتصور أنها هي يعني بلسم لتدمير دواوات الجروح وقيمة معنوية عالية إنسانية تتمثل في جلالة الملك وعاداته التي دائما ما تكون عادات تسامح، عادات عفو، عادات مكارم. فهو القائد وهو الأب وهو أخ لكل أبناء وطنه. جلالة الملك حفظ الله ورعاه لم يكن يوم بعيدا عن تلك القرارات الإنسانية، فهي معروفة لدى الجميع، لها مواعيد منتظمة في كل عام، مثل ما قلت في المناسبات الدينية أو الوطنية. نتمنى بإذن الله أن تكون الأيادي سموه دائما تسبق بالخير لأبناء شعبه. نتمنى أيضا لكل الذي شملهم العقل أن يستفيدوا من تجربتهم. نتمنى من أولياء أمورهم أن يكونوا المرشد والمسؤولين، لأن هذا الوطن طالع على الجميع، ولا يمكن لأي كان أن يستقبل وطننا قالي بإذن الله تعالى. جلالة الملك سيزدهر ويزدهر نعم. ويرتقي ويعلو. شكرا. إذن الكاتب والمحلل السياسي طارق العامر، شكرا جزيلا لك.